بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو من قناة سمو بو. فهذه الحلقة سنقوم بمشاركة معكم أفضل موقع يمكن أن تقوم بشراء فيه الملابس، وسأقوم بأنويك يعني حتى جودة الملابس كيف تظهر. فيعني الشيء الغريب الذي لاحظته في هذا الكولي، رغم أنه يعني وصلني من الـ DHL، يعني سعر الـ DHL يختلف يعني من منتوج إلى آخر على حسب الكيلو أو شيء من هذا. على العموم يعني بالنسبة للمدة التي توصلت بها من خلال الـ DHL، يعني لم تتجاوز يعني 4 أيام إلى 5 أيام وتحصلت على المنتوج. فالشيء يعني الذي شخصيا يعني رأيته يعني غريب شيئا ما، هو اسم القناة الخاصة بي التي ظهرت يعني مكان الاسم الخاص بي حتى في البراند هنا. اوكي، هنا هذا الاسم يعني اسمه برو مكان اسمه خالد. على العموم يعني سنقوم الان بفتح الطرد حتى نرى ما الذي يوجد فيه. يعني هذا يعني هذا الغلاف الخاص بالداشل، وهذا الغلاف الخاص بالشركة التي تم إصدار للمنتوج. كما تشاهد معي الآن، رغم هنا مرة أخرى تجد هنا اسمه، لكن الأدرس وكل شيء كما هو. على العموم جيد، هذه الملابس وكما تشاهد معي الآن، يعني حتى الأثمنة بالنسبة لهذا الموقع فهي جد جد مناسبة، وسأترك لك رابط أسفل الفيديو. فكذلك يعني كل يعني منتوج ستجد ثمنه يظهر أمام الشاشة. فكما تشاهد معي الآن، سنقوم بفتح هذا المنتوج. يعني حتى يعني نوع التو فهو جيد ورائع للغاية. فكما تشاهد معي الآن، هذا هو المنتوج، يظهر على هذا الشكل. أوكي، فحتى يعني جودة المنتوج أوكي، هذا هو التوب، يعني التوب جيد جدا. يعني هناك كثير من يخاف شراء الملابس من الانترنت بسبب يعني رداءة التوب. نعم، هناك مواقع تضع صور جيدة، لكن يعني جودة التوب تكون ضعيفة يعني رديئة جدا. لهذا فبالنسبة لي يعني تجربتي مع هذا الموقع يعني عكس تجربتي مع تيندير، عكس تجربتي مع جابس في شراء الملابس. اوكي، كذلك هذا يعني احد الشرطات لسنظهر معك أمامنا هنا. أوكي، فهذا هو الشورت، وكذلك يعني ما تبقى لنا هو هذا القميص الذي يظهر معك هنا. جيد، هذا هو القميص، وهذه هي جودة الملابس. اوكي، تظهر على هذا الشكل. اوكي، اظن انها الان واضحة. اوكي، يعني انظر. فبالنسبة لجودة الملابس فهي يعني جودة جيدة جدا. فيعني هذا هو كل شيء في هذه الحلقة، وأتمنى أن تكون هذا الفيديو قد نال إعجابك. في حال أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك، وكذلك لا تنسى الإشتراك في حال كانت هذه أول زيارة لك بالقناة. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.